المتحدة الأمريكية. كرة عرضية إلى فرانك ديبوير، فرانك ديبوير يلا بيرفع كرة عالية وخلي بالنا وطالع محمد طلع شوت دقيقة 41 41 سيسجل هدف هولندا من جاستون. شايفين محمد الدعية دخل باسط جاستون بالراس وسجل بيها الهدف الثاني في هولندا. الدقيقة 41 هولندا تتقدم على منتخبنا الوطني بهدفين لهدف بعد أن كان منتخبنا متقدم في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.